عاون السلطه تيجي تيقول لهم حنا علمناهم 15 يوم، وملي تيقولوا لي واش انت عاون السلطه ديال هذه البلاصه، كيقول لهم لا. ومع العلم راه هو اللي عاون السلطه، يعني مش مقدم تينكر، المقدم هو تيكذب. ونكرنا، اذا ما ادراك عاون السلطه، اصغر واحد عاون السلطه نكرنا. يعني شكون هو هذا المسؤول اللي ما كنعرفوش، ما عمرني شفت وجهه، هذا غيعترف بيا ما يعترفش بيا. حنا هاد الناس كنطالبوا عندنا تيتر ديالنا، الا يريبوا المولين كاع محاطين في تيتر يريبوا كلشي. خويا حنا الناس ديال ساكنه الدوار، ولاد عبو ولاد حميده ضربوا عز، يعني كما درنا تصريح البارح طلبنا شي استفسارات، ما جا عندنا حتى شي مسؤول. اليوم في الصباح الهضره اللي قلنا البارح هي اليوم كتطبق امام الاعيون ديالنا. هما تيريبوا لينا، شنو المصير ديالنا الله اعلم. ما تيهضرش معاك، ما تيدويش معاك، كيجي كيريب لك، سوا خرجتي حوايجك ولا ما خرجتي يمشي يريب لك فوق حوايجك. ها الناس هما تيخرجوا في حوايجهم، يعني شنو المصير ديالنا؟ المصير ديالنا راه مجهول. حنا مثلا يعني ما تنهضروش من فراغ، حنا عندنا وريقاتنا، عندنا شهاده الملكيه ديالنا، عندنا لي كونطرات ديالنا، عندنا كلشي. شي مسؤول اللي غيجي يشرح لي، راه ما جا عندي حتى شي مسؤول. انا حاليا انا من البارح طلعت طرحت تساؤلات، انا باقي واقف لحد الان كنتسناهم، وهالعمليه ديال الهدم هي مباشره. هما حاليا هما تيريب، مع العلم ان هاد التيتر هذا الوالد ديالي راه وارث، ما شارين، ما مطرامين على ملك الدوله، ما مطرامين على ملك الغير، يعني نسبه ديالو صافيه. اذا انا فاش غيريب لي دابا يحيد لي ارضي اللي انا يعني المستغلينها، هاد الارض حنا باش شادينها باستغلال. اذا اللي يريب لي هو هاد البراكه، اشنو هاد شهاده الملكيه ديال التيتر مشيان لوحه ولا شنو؟ ولاد الحكم ديال المحكمه نحرقوه حنا، يعني ما بقى ساوي والو. اذا هاد الارض اللي غنخوي انا في صالح من اش؟ في صالح الشركه هي اللي غتستافد منها. اما كانت بالنسبه للصالح العام راه غنضحيو، ما يعني حنا راه ماشي ضد المصلحه العامه، ولكن باش انني نخوي ارضي اللي انا عندي نسبه فيها من هاد التيتر، نسلمها للشركه فابور، في المقابل انه صابحي اليوم تيقولوا روايات اخرين الطريق ما بقاتش لتحت ولا تروطوار ديال الطريق. واش كعباد الله كاين شي طريق فيها نص كيلومتر؟ راه لا يعقل. نرسل البارح ورينا يعني طريق ولا فيها اكثر من نص كيلومتر بدعوى انه تروطوار. واش تروطوار غير في هذا الطرف هذا كامل اللي بقى تروطوار؟ راه لا يعقل. عاون السلطه تيجي تيقول لهم حنا علمناهم 15 يوم، وملي تيقولوا لي واش انت عاون السلطه ديال هذه البلاصه، كيقول لهم لا. ومع العلم راه هو اللي عاون السلطه، هو اللي عاون السلطه، يعني هو اللي خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. انا كما سبق لي تحديته انه يخرج ويعطيني ما يثبت انه علمنا مده 15 يوم. تيقول لك هو 15 يوم، ها الناس ها هما تشوفوا الواقع ديالهم، ما حوايج جاتهم، ها هما الناس مخلوعين خايفين، ما عارفينش المصير ديالهم، ويعني وباش غيريبوا لنا بهذه الطريقه هذه؟ راه لا يعقل، راه يعني راه لا يعقل. وهو كمسؤول ما يجاوبنيش على اسئله ديالو اللي انا طرحتها عده مرات، وكان مازال كنطرحها باقي لحد الان، ما لقيتش اذن صاغيه وما جاوبني عليه حتى شي واحد. وانا في اطار انهم يوصلوا عندي السكن ديالي انا وخوتي والوالد ديالي، خصو يقنعني ويجاوبني على الاستفسارات ديالي ويعطيني ما يثبت. الا كان تروطوار ديال الطريق فيه نص كيلومتر يوريني البلون، وعلى راسي وعيني الا كانت خارجه فينا طريق، يعني حنا راه ماشي ضد المصلحه العامه باش يكونوا عارفين، يعني حنا راه ماشي ضد المصلحه العامه. يعطيني غير ما يثبت ومرحبا، ويثبت لي حقي، ماشي انه غير يجيب لي وغير كيف طوموبيلته ويزيد في حاله. فين غنمشيو؟ الله اعلم. باش غنثبت حقي ما عنديش. حاليا انتم معنا، انتم في انتظار، كتشوفوا كلشي قدام عينكم وفي انتظار انهم يوصلوا عندنا. راه ما جا عندنا حتى شي مسؤول، ما هضر معنا حتى شي مسؤول، وما جاوبنا حتى شي واحد. والادعاءات الكاذبه ديال اعوان السلطه راه كيتحملوا المسؤوليه ديالها، باش يولي انا عاون السلطه تينكرني، كيقول لك 15 يوم وانا باش عالمك تخوي، وتيقول في الاخر كيقول لك انا ماشي عاون السلطه، مع العلم انه هو اللي عاون السلطه ديال هادشي. راه هو اللي هنا اكثر من 5 سنين هو معانا هنا، هو المقدم ديالنا هنا، يعني مش مقدم تينكر، المقدم هو تيكذب. ونكرنا، اذا ما ادراك عاون السلطه، اصغر واحد عاون السلطه نكرنا. يعني شكون هو هذا المسؤول اللي ما كنعرفوش، ما عمرني شفت وجهه، هذا غيعترف بيا ما يعترفش بيا. اذا حقنا حنا راه يعني بالعربيه تعرفت حقنا راه ضايع، مع العلم اننا حنا يعني بوراقنا اللي صحاح، ولكن حنا راه منكو يعني راه تنكرنا في حق.
حنا تنطالبوا شي مسؤول اللي يكون ولد الناس ووصل صوتنا، بغيناه يوصل. المره اللي غيعطي الله غيعطي، حنا راه مشردين مشردين، حنا بغينا غير صوتنا يوصل. السلام عليكم. دابا حنا عندنا حكم قضائي، عندنا كل واحد عنده الارض ديالو. حنا عندنا تيتر فونسي ديالنا، مساحه وارثينا ديالنا وبانين فيها. كتقول لنا المحكمه 97 كتحكم لنا المحكمه في الابتدائيه بالصالح ديالنا. اللي عنده شي حاجه يبقى ساكن فيها. هاد الناس اللي كيريبوا لهم عندهم كونترات، حنا عندنا تيتر فونسي. الا ريبنا فين غنمشيو؟ ما نستافدوش، حنا عندنا شهاده ملكيه، خالفوا القانون. الا كانوا غير يريبوا الناس راه مورانا، كل واحد شاد 1000 متر ديالو. انا عندنا تيتر فونسي ديالنا ما نقدروش نريبوا، عندنا شهاده ملكيه ديالنا، عندنا كل شيء. اللي بغاو يريبوا لي شغلو هذاك، هادو الناس اللي شاريين 3 مليون 4 مليون، انا عندي تيتر فونسي ما غاديش نريب حتى يخرج لي القانون. الا كانت الارض غادي تقلع عليا ماشي مشكل، الا كانوا غادي يريبوا يريبوا للناس اللي عندهم ستالاسيونات وعندهم قهوه بينهم عشوائيين. حنا حتى حنا بنينا حتى حنا بحالنا بحالهم، ساكن هنا واحد 22 عام باش ساكن هنا، ولا ريبت انا عندي تيتر فغنمشي ما غنستافدش. هاد الناس شاريين عندهم كونترات، كنقولوا كونترا، ولكن عندي تيتر فونسي. مشوا للمحافظه الا طالبوا شهاده الملكيه نعطيها ليهم. واش انا عندي عود ديالي عندي كنبني فين غنمشي؟ انا نمشي نطلب، عندي سبعه الاولاد غادي نريبوا قاعدين اللي غادي نضيع. يقول لي اليوم غدا، اشنو هادي غدا؟ حنا هاد الناس كنطالبوا عندنا تيتر ديالنا. الا يريبوا المولين اللي كاع حاطين في تيتر يريبوا كلشي، مول الكونترات بوحدهم ومولين تيتر فونسي بوحدهم. انا عندي تيتر فونسي ديالي، كنطالب الا كانوا يريبوا يريبوا كلشي، ما يريبوش الضعيف وخلوا الغاني. الاولى راه استافدت الناس في الرحمه، فهمتي؟ راه الناس استافدت في الرحمه، اولا استافدت الناس. حنا من الساكنه الاولى، انا 2007 باش شاري هنا. شكون هادو اللي استافدوا قبل منك؟ ورا الرحمه راه كانت دوله، راه ماشي راه الشعب، راه امه ديال الرحمه كامله. حنا قبل الرحمه واستافدوا وجاو حنايا. دابا قال لك وحنا ما شاريين، شاريين بكم برزقنا، ماشي مترامين على الملك ديال الدوله ولا الملك ديال الارض. شاريها شريكه، هاد الارض شاريها شريكه، ما جاش عندنا حتى شي مسؤول، غير شي مسؤول ويجي المقدم يقول لك اودي راه حنا عالمينكم 15 يوم وما هوش علينا هنا، راه داير معكم تصريح، داير معكم تصريح وما هوش تم مقدم علينا هنايا، ما هوش مقدم علينا. وجاو دابا راه جات السلطه، بغينا شي مسؤول يهضر معنا، ابسط مسؤول يكون اصغر، نعرفوا روسنا حنا فين غاديين. هذيك الورقه اللي كيعطيوك ديال الهدم، يعني انت خرجتي حوايجك سير بحالاتك. ما عرفنا، حتى اداره ما عرفنا فين غنمشي، حنا ما عرفناش غنمشيو دابا، حنا ما عرفناش فين غنمشيو دابا. حنا كاع يريبوا، حنا ماشي ضد المسؤوليه، حنا نطالبوا سيدنا الله ينصره الله يخلي لي صحته، الله الوطن الملك، ونطالبوا شي مسؤول يكون قريب لسيدنا يجي يحل معنا المشكل. حنا ماشي قلنا ماشي ضد المسؤوليه، حنا مع التغيير، مع كل شيء، مع الاصلاح. حنا اللي دارت الدوله حنا معاها، ولكن باش يجيو يديروا لنا هذه الحاله هذه، راه غزه هذه، راه يعني فرق بين غزه والمغرب راه ما كاين والو. ها انت كتشوف الناس اشنو واقع، راه شوف، راه دور الكاميرا وشوف اشنو واقع. الناس يعني بحال اسرائيل، اسرائيل جاوا لينا هنا ما هضر معنا حتى واحد. كاين سعاده القائد، كاين سعاده الباشا، ما جا فسر لينا حتى حاجه، ما جاو فسروا لينا. ها جاو قال لك اسيدي راه غنهدموا ليكم، ما كايناش 24 ساعه، باقي 24 ساعه ما كملتش، فين غنمشي؟ يعني انا نهار اللي غادي نخرج غندير كايطون هنا ونسكن، هادشي اللي كاين. واش غادي؟ انا ما عنديش، راه اغلبيه المواطنين ما عندهمش، اغلبيه المواطنين هنا مخلوعين، مخلوعين ما قادرينش يهضروا على حقهم، ما قادروش يهضروا. وهادشي اللي غنقول لك، الله ينصر سيدنا وعاش الملك والله يدير شي تاويل ديال الخير. هادشي حنا ماشي ضد المسؤول، ماشي ضد المسؤوليه، حنا ضد المصلحه، مع المصلحه حنا، ماشي عفوا، حنا مع المصلحه، بغينا البلاد تزيد لقدام وبغينا حنا نتقدموا وبغينا بزاف الحوايج، ولكن ما تم مسؤول ما هضر معنا.